أجل. صوفي. أوقعت بيل. لا لم تفعلي. بل فعلت. توقفي. فريتلز مزقك إربا. استخدام الحصان طعماً يعتبر غشاً. الحصان هو صديق فريتلز المفضل. ليس لدي وقت للمزيد من اللعب. ولم لا؟ سوف أزور جدي اليوم، سيكون الأمر رائعاً. أريد المجيء أيضاً. لا يمكنك المجيء، فما زلت صغيرة. أنا لست صغيرة، عمري 6 سنوات و6 أشهر و7 ساعات. انسي الأمر، لن تأتي معي. لحسن الحظ أنني تمكنت من المجيء في النهاية، صحيح؟ ليس للحظ علاقة بالأمر، بل لأنك من فكيت تتذمرين. لحسن الحظ أنني من فكيت أتذمر. هل ستقرأ طوال الوقت؟ نعم. أتريد أن نستبدل الأماكن؟ لا، أنا أجلس عكس اتجاه الطريق، سأصاب بالدوار وسأتقيأ. توقفي عن هذا. إلى أين تذهب؟ إلى الحمام. لا أعتقد أنك تريدين الذهاب معي. مقرف، مستحيل. أنا لن أعطيك أي قطعة. وكأنني طلبت منك. سنخرج يا فريتلز، لا تخف. لماذا جئت معي ما دمت تخافين كل شيء؟ أنا لا أخاف كل شيء، بل بعض الأشياء. وأمي قالت إن المكان غير خطر. ليست لديك أدنى فكرة عن المكان هنا. ماذا؟ ستسمعين أصوات الحيوانات الجائعة في الليل. قد وصلنا. جاهزة؟ عليك حمل حقيبتك. سننام إذن على الأرض مع كل الحيوانات المفترسة والخطيرة. توقف. احذر مما تتمناه. جدي. جدي. أوه، مرحبا. هذه هي الغابة الهائلة؟ لا، إنها غابة عادية. لقد قطعت وجرت زراعتها مرارا. الغابة الهائلة مختلفة، لم تقطع أشجارها على الإطلاق. لقد نمت ونمت منذ أن وجدت الأشجار. الأمر الأكثر روعة هو أنها تبدأ من باحة الخلفية. أظن أن هذه الغابة كبيرة، لا يمكنني المشي أكثر. جون، أيمكنك حمل حقيبة صوفي؟ نعم جون، بإمكانك حمل حقيبتي. ها قد وصلنا. هذا رائع. لكن هنالك بعض القوانين، افعلا أي شيء تريدانه باستثناء ترك الباحة، لأننا قد نتوه في الغابة. تماما. هيا لنرى من يكون الأسرع. انظر، مدخنة وشجيرات وأشجار. منزل فوق الشجرة. توقفي، هذا ليس منزلا، إنه كوخ للصيد.
إنه كوخي، لا تقتربي منه أكثر. ولم لا؟ لأنني قلت ذلك وحسب. صوفي، ماذا؟ خذي حذرك. لماذا؟ إن فعلت ذلك مجددا سأضربك. لا يمكنك الإمساك به. انتظري وسترين. هيا انتظري. جون، طلب مني جدي أن أساعدك. كيف لي أن أساعدك؟ لا شيء الآن. هذا يبدو متزعزعا. حسنا، أحضر المسامير. حسنا. ماذا؟ حسناً، لم تمطر. فعل ذلك سابقاً. فعل ماذا؟ نقى فأمطرت السماء. دعيني أرى. هكذا؟ هيا أمطري. توقف. ما الذي تفعله؟ سينهمر المطر بغزارة. نعم صحيح. يوجد وراء الحائط. الغابة الهائلة، إنها على مد البصر. لما لا يمكننا الذهاب؟ هل هي خطيرة؟ إنها غابة متميزة جدا، لا أحد يعلم مدى حجمها، وهي مليئة بالحيوانات الغريبة. يقول جون إن هناك دبابة. نعم يوجد، لكنه بالأحرى دب واحد، ويقال إنه كبير جدا. أكبر مني؟ أكبر منك بكثير يا صوفي، لا أحد يعلم من أين جاء. لابد من أنه موجود منذ أن وجدت الغابة. مرة كان الناس يعيشون هناك، لكنني لا أعتقد أن هناك وجوداً لهم الآن. لم يجرؤ أحد على دخول الغابة منذ سنوات طويلة. وأنا لا أجرؤ أيضاً. لكن لديك جون ليعتني بك. جدي لم يخبرك بكل شيء. الدب يأكل الفتيات الصغيرات وهو جائع دائماً، لهذا السبب لا يمكننا الدخول إلى الغابة، لأن لا أحد دخل الغابة الهائلة وخرج منها حياً. ماذا عن الناس الذين انتقلوا؟ إنهم لم ينتقلوا أبداً، لقد أكلوا أحياء. أرجوك لا تقل أشياء كهذه. في الليل يحاول الدب الخروج من الغابة حيث يعيش الناس بحثاً عن عشاء، لهذا السبب هناك جدار. لو لم يكن موجوداً لكنا قد أكلنا منذ زمن بعيد. تصبحين على خير. جون، جون، هل أنت هنا؟ كانت مجرد مزحة. Thank you.
صوفي، ماذا تفعلين؟ مرحبا، أنا وفريتلز نقوم بالإصلاحات. يا ويلي. صوفي. جون. جون، هل أنت بخير؟ أيتها المزعجة الصغيرة، سأعاقبك على ذلك. هل تدركين كم هذا مؤلم؟ أشعر بالألم في كل مكان. قلت لك إنه أمر خطر. آسفة. هذا غير عادل، إنك تفسدين علي إجازتي. أولى. لا تدخلي إلى هناك، افتحي الباب. لا، لن أفتح، إنك مجنون. أنا لست مجنونا، افتحي هيا. لا، جدي سيغضب منا. أو لا. جون، هل آذيت نفسك؟ لا. ما زلت غاضبا مني؟ لا. متأكد؟ نعم، بالتأكيد. حسناً، سأفتحه الآن. جون، لا أستطيع فتح الباب. هذا سيء، أعتقد أن عليك البقاء هناك. توقف، هذا ليس مضحكاً. وإليك ضفدعك أيضاً، سيحميك من الحيوانات الخطرة. يا لك من مزعج. لن أفتح لك. جون، افتح. جون، صوفي. جون، صوفي، ما الذي يجري؟ أولا، منزل شجرة انهار. هل أنتما بخير؟ أين أنتما؟ صوفي. صوفي، اخرجي، لم أكن أقصد ذلك، من غير المسموح لنا أن نكون هنا. فردة حذاء صوفي. ها؟ عثرت عليك. أولا، صوفي. صوفي. ها؟ ها؟ ها؟
أمي. أنا آسف، توقف عن هذا. على قيد الحياة، لا يمكنك أن تختفي هكذا، لقد أخفتني. لم يكن ذنبي، أنت أبقيت الباب مغلقا. ولن يكون خطأي إن أصبت بنزلة برد. يا لك من أحمق، لأنك تفسدين كل شيء. لا، أنا لا أفسد شيئا. عد إلى النوم. أم تريد حبة حلوى أخرى؟ ماذا؟ لم أكن أكلمك. الحديث مع الدمى المحشوة أمر طفولي. أنا لا أتحدث مع دميتي، أتحدث مع سيد دب. عد إلى النوم، إنه جون فقط. اتركني. أسرعي صوفي، أركضي، هيا أركضي بسرعة، هيا هيا صوفي. اهدئي، بإمكانه سماعنا. اتركني، لماذا أنت غبي هكذا؟ اصمتي، سأحميك. لا، أنت لا تريدني أن أكون هنا، سأناديه. لا، أنا آسف، أنا آسف صوفي. سيد دوب. اهدئي. اتركني. تصرف بشكل لائق، لا تغضب صوفي، لن يؤذيك. لا أريد أخا كبيرا يضربني. اذهب إلى المنزل إن شئت. وداعا صوفي، احذري، انزلي. لا، أفضل أن أكون مع السيد دب. أيها الأبلة. صوفي، عودي، علينا أن نعود إلى المنزل. صوفي. هل من أحد هناك؟ ها؟ 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 ولكن ما الأمر؟ ما الذي تفعله؟ أيها الموظ الصغير الغبي. Huh?
الحيوانات الغبية، أكره هذه الغابة. سأذهب إلى المنزل صوفي، ابقي هنا إن شئت، لا يهمني. اخرس أيها الكلب. من أنت؟ أنا أدعى جان. ما الذي تفعله هنا؟ لا أعلم، أبحث عن شقيقتي. لا تعلم أم أنك تبحث؟ لا أعلم، كلاهما. لا يمكنك أن تبقى هناك، المكان خطر. لم آتي إلى هنا عمدا، لقد سقطت. لا يمكنني أن أصعد، لقد أذيت نفسي. اربط الحبل حول خصرك. اذهب إلى المنزل حالا، الغابة ليست مكانا ملائما للأطفال. لا أعلم أين هو المنزل. عد من الطريق الذي جئت منه. الغابة الهائلة. تعال معي إذن. أنت أول شخص أراه منذ زمن طويل. ألا يوجد أناس آخرون؟ لم يعد هناك أحد. ولم لا؟ أين ذهبوا؟ هل أنت طفل كثير البكاء؟ هذا مؤلم جدا. سيؤلمك أكثر إن لم أخرج كل الحصى. أو هذه هي الأخيرة. ما الذي تفعله؟ ألا تراه؟ أضع لك ضمادة. ورقة شجر؟ إنه العلاج الأفضل على الإطلاق. هذه فعلا غابة غريبة. ألن تذهب إلى المنزل؟ لا يمكنني مساعدتك أكثر. لا يمكنني، علي أن أخذ صوفي معي. صوفي؟ شقيقتي الصغيرة، إنها هنا أيضا، لقد أخذها دب كبير. ما الذي تقوله؟ إنها الحقيقة، أنا لا أختلق الأمر. هل رأيته؟ نعم،
تعال معي، أريد أن أريك شيئا. ألقي نظرة حولك. الدب فعل هذا. ما الذي جرى؟ لقد بنينا قريتنا فوقه. لا شك أنه كان في سبات، لم نعرف بوجوده حتى بدأت الأرض تهتز تحتنا. وعندما استيقظ كان الأمر مرعبا، لم أرى مثله في حياتي. كان علي فعل شيء. لماذا؟ لقد رأيت مدى هول حجمه، إنه أخطر من أن يبقى على قيد الحياة. هل قتل الآخرين؟ لقد فروا جميعا. كنت الوحيد الذي بقي يحفر الأفخاخ ليصطاد. كان أمرا فوضويا، لكن الذنب كان ذنب الدب. كان علي أن أحاول قتله. هل أغضبته فقط؟ وماذا أفعل غير ذلك؟ لقد حطم كل شيء، لقد دمر كل شيء باستثناء هذا المنزل. لقد بنيته بنفسي، لأنه عندما يعود الآخرون ماذا إن لم يفعلوا؟ سيعودون بمجرد أن أقتل الدب. بإمكاني أن أريك أين عثرت عليه. كيف دخلتما إلى هنا؟ كنت غاضباً منها، إنها تفسد علي كل شيء. إنها مثل هدية لا تريدها، ولا يمكنك أن تبدلها. هدئ من روعك الآن، سنعيدها إلى المنزل. لماذا لم تقتله من قبل؟ عندما يشم رائحتي يختبئ. إنه يستخدم الغابة للتمويه. أحياناً أعتقد أنني أمسكت به، لكنني لا أفعل أبداً. إنها أرض الغابة، عندما يستلقي لا يمكن للكلاب أن تتعقب أثرها. في هذا الكهف عثرت عليه. الآثار حديثة، أنا أعتقد أنك عثرت عليه. بإمكانك أن تشم هذا؟ ماذا الآن؟ كن شجاعاً واغري الدب بالخروج كي أتمكن من إطلاق النار عليه. ولما أنا؟ لماذا لا تدخل أنت بنفسك؟ المكان مظلم ولا يمكنني أن أصوب عليه. لا يمكنه أن يصوب، أراهن أنه يخاف الظلام. هنا. ها؟ واو. ها؟ ما الذي فعلته؟ كاد الكهف أن يتهاوى فوقي. اعتقدت أن الدب وراءك. لم يكن ورائي. هيا تابع. أيتها الكلاب الطيبة، أعثري عليه. ما الخطب؟ إنه يختبئ دائما عندما أكون قريبا منه. الأمر ميؤوس منه. لكنه لا يختبئ مني. ما الذي تعنيه؟ عندما عثرت على صوفي، ربما لا يمكنه أن يشم رائحتي كما يشم رائحتك. ما رأيك أن أبحث عنه وحدي؟ لقد عثرت عليه بالصدفة. خذ معك كلبا. كلب؟ ما الذي ستفعله عندما تعثر عليه؟ أخدعه ليتوجه نحو مصيدة. هل يثق بك؟ لا، لكنني متأكد أنه يثق بها. الجميع يثقون بها. هذا مزعج جدا. هذه ليست فكرة سيئة. أترى تلك الشجرة هناك؟ شجعه على الذهاب إليها وسوف أكون في انتظارك.
فقدت أثره، إننا نقف داخل أثر من آثار قوائمه. ها؟ ليس هكذا، بل على هذا النحو. لم يبقى سوى ثلاث، أي واحدة لكل منا. إليك واحدة أخرى، تصرف بشكل لائق. أزل الورقة أولاً. طريقتك خاطئة، انظر هكذا. دعني أساعدك. مرحبا. لا تخف، إنه فقط جون الغبي. كنت مرا من هنا. لا أرغب في الذهاب إلى المنزل معك إن كنت تعتقد ذلك. أردت أن أعتذر على إبقاء الباب مغلقاً وعلى ضربك. آسف. قطعت كل هذه المسافة فقط لتعتذر؟ أرغب في أن أكون صديقاً للدب. حقاً؟ بالتأكيد، أريد أن أريكما شيئاً. ما هو؟ مكان مليء بالفراشات. واو، أحب الفراشات. لن آتي إن كنت ستسبب الإزعاج. أنا لن أفعل، أؤكد لك ذلك. حسناً، سيد دوب. عليك أن تعتذر إليه أيضاً. على ماذا؟ لا أعلم، قلها على أي حال. إنني آسف سيد دوب. حين يعتذر أحد يعني أن كل شيء على ما يرام. حسناً، فلنرى الفراشات. في أي اتجاه نذهب؟ في ذلك الاتجاه. تابع سيرك سيد دب. يفعل ما تقولينه له؟ نعم، إنه مسلم مثل الكلب. لا يمكنك أن تسميه سيد دب. ولما لا؟ لا يمكنك أن تطلقي عليه اسم دب، يجب أن يكون له اسم. بلى، بإمكاني. أعطني مثلا إذن. ماما وبابا، إنهما ماما وبابا ونناديهما بذلك. أنا سعيدة أنك عدت. نعم. فريتلز. ماذا؟ فريتلز، هذا ما سأطلقه على السيد دب. سيصبح اسمه فريتلز الكبير ودميتي فريتلز الصغير. أين فريتلز الصغير؟ لا أعلم. أو لا، هل من خب ما؟ ماذا؟ لا، لا شيء. سنصل قريبا. علمت أنك ستحب فريتلز الكبير. أين هي الفراشات؟
حالك. نلت مني. لا لا تفعل، لن يؤذيك. أوقعت بك الآن. إلى أين ذهب؟ هيا قولي. لا أعلم، اتركني. صوفي. أيتها المزعجة الصغيرة. جون ساعدني. كان بيننا اتفاق. أعطني الدب وستستعد شقيقتك. لماذا فعلت هذا جون؟ صوفي. تعالي إلى هنا. لماذا كنت مختبئا؟ كان علي فعل ذلك. الذنب ذنبك لأنه أخذ صوفي. فريتلز الصغير. أنا آسف، أعلم أنه ليس خطأ. الرصاصة عالقة في فمك، إن لم نخرجها سيسوء وضعك. هيا افتح فمك. هيا، لا يمكنني مساعدتك إن لم تفتح فمك. سأخلع حقيبتي وسترتي أيضا. هيا. Ugh!
لقد أخرجتها، ستكون بخير. أتعلم؟ يبدو أن لديك صديقا جديدا. حسنا، لكن مرة واحدة. هيا بنا، علينا إنقاذ صوفي. لكن عليك فعل شيء أولا. اغتسل كي لا تتمكن الكلاب من تمييز رائحتك. هيا افعل. أنا آسف، لكننا بحاجة إليه. رائحته نتنة. ممتاز، تعال إلى هنا، أحتاج لمساعدتك. لا، اغطس تحت الماء غطسة طويلة. فريتلز؟ لم يكن ذلك سيئا، صحيح؟ يا للقرف. هل تشم رائحة الدب؟ ها؟
حسناً، نجح الأمر، إنهم يلاحقون الطائر. لا، ليس في هذا الاتجاه. هل هذا هو المكان الذي يختبئ فيه؟ هل أنت واثق؟ هناك طريقة واحدة لنتمكن من معرفة ذلك. ما الذي يجري؟ هل تمكنت من أن تشم رائحته؟ حسناً، فلنتبع أثره. لقد ذهب، فلننطلق. علينا إخراج صوفي قبل عودته، أسرع. صوفي، صوفي، هل أنت في الداخل؟ لا. صوفي، لا أريد أن تنقذني أنت. فريتلز مات والذنب ذنبك، والباب مقفل، لذا لا يمكنك إخراجي من هنا. لن أتحدث إليك أبداً. أنا مشتاقة إلى فريتلز الكبير. ما الذي يجري هنا؟ أين هو؟ ما هذا؟ هل يبدو هذا مثل دب؟ لقد خدعنا. من يأبه للمنزل؟ أنا أفعل، أحد ما يعيش هنا. الكلاب، إنه قادم، فلنذهب. منزلي. توقف قليلاً، توقف.
هون عليك قليلا. صوفي هل أنت بخير؟ أريد أن أنزل الآن. لم يكن ذلك مسليا. هل أذيت نفسك؟ قليلا فقط. أتظن الصياد غاضب؟ أعتقد أنه غاضب جدا. من الأفضل أن نعود إلى المنزل. لماذا؟ طالما أننا هنا سيستخدمنا الصياد ليعثر على الدب. علينا أن نبقى، إننا نحميه. أعتقد أنه قادر على حماية نفسه. إذن أخبره أنت. ولماذا أنا؟ لأن ذلك سيحزنه كثيرا. أنا لا أريد أن أحزنه. حسنا إذن فريتلز. انظر إلى كل هذه الفراشات. لا يمكنه الاختباء هنا، فلا وجود لأشجار كافية. فريتلز، لا يمكننا البقاء، علينا أن نعود. بإمكانك الاختباء في مكان فيه أشجار. هذا في صالحك. نم في سبات شتوي بعد لا أعلم، بعد 20 عاما سيكون الصياد مات حينها. أكره فكرة موت أحد ما. لكنه لئيم. بعد 20 عاما سنأتي لزيارتك. بإمكانك اللعب معه، إنه لا يخافك. تذكر الآن، لا يمكنك الاختباء هنا. إنك دب رائع فريتلز الكبير. لا تحزني، هيا. سأصطادك. هناك رائحة غريبة. أي رائحة؟ لا أدري، قد تكون رائحة حريق. حريق! ماذا عن فريتلز؟ ابقي هنا صوفي. أوه.
أن أوقعت بك أيها الدب. أنا قادم لنجدتك. لقد انقضت أيام تدميرك وتخريبك. لا لا. استسلم. استلقي دون حراك. أيها المزعج الصغير، انتظري. ماذا نفعل؟ الحريق امتد في كل مكان. ولكن أين هو؟ إنه يتبع الصياد. علينا إخماد الحريق. الضفادع. الضفادع؟ نعم الضفادع، هيا بنا. أجمعي أيتها الكلاب.
جيد فريتلز الكبير، أنت لست من النوع الذي يؤذي الناس. لكنني من هذا النوع. فعلتها. نعم أخيرا لقد فعلتها. لا فريتلز لا تموت. صوفي علينا إخراج الرصاصة. لا سوف تكون بخير. لقد أخرجت الرصاصة ولكن شكرا، لكن هذا ليس كافيا. لقد نجوت. شكرا لكم على المساعدة. سوف نعود لزيارتك، نعدك بذلك. الصيف القادم كم سنة توازي بالنسبة للدببة؟ الشيء نفسه. سنأتي في صيف الدببة القادم. تغيبنا مدة طويلة، ماذا سنقول لجدنا؟ فريتلز الصغير! يا إلهي هذا غريب حقا. وأعتقد أنه لمن الغريب لأنني طلبت منكم البقاء في الباحة. جدي!